ايوه هو ده، خش براحتك ونخش احنا بقى بالتقيل وعلى طول على طول على طول. سامسونج جالاكسي اس 5 مش 4 ولا 3، بطلنا بقى، دخلنا في التقيل واس 5 شاشه تاتش سكرين، مش تاتش وود، لا تاتش سكرين يا معلم، كاميرا اماميه وخلفيه يعني ورا وقدام، وارجع بالمرشدير وخد بقى الموبايل كله في خطين، مش بيشيل خط واحد، لا يعني حموله زياده يابا من غير بروز، وفي واي فاي وانترنت وبلوتوث. قشطه بقى الجيبه ضيقه. سامسونج جالاكسي اس 5 يا جماعه. سعر الجهاز 350، ولو خدت جهازين يبقى 650، ووفرنا ال 50. وسامسونج بقى ايه؟ اس 5، وكل واحد بكيفه، واللي عايز عبله ياخدها بسيفه.